اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. بصوا انتوا لو ما اديتونيش 30,000 او 40,000 لايك في الحلقه دي عشان خاطر ارزع فانز وعشان خاطر بتوع افلام فانز عملوا فوتنج احمد كمال يخش زنزانه 7 ولا لا، جت النتيجه حوالي 97% عايزين احمد كمال يخش فيلم زنزانه 7. ارفض لكم الطلب، مرفض لكوش الطلب، بس اخش الفيلم وادفع 100 جنيه في الفيلم عشان اخش فيلم زنزانه 7 من بطولة الفنان الكبير أحمد زاهر وأيضا نضال الشافعي. بصوا يا جماعة، يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا قبل ما ابتدي الحلقة دي. أتمنى أن محدش يزعل مني من بعد الحلقة دي، لأن أنا فعلا لازم أطلع كل الطاقة السلبية اللي أنا شفتها من الفيلم من امبارح لحد النهاردة. كنت بقلق في النوم عشان عايز اطلع كل اللي جوايا في الحلقه دي الصراحه. ساكت من امبارح وهتكلم بكل امانه وكل صراحه زي ما احنا متعودين على طول. بس قبل ما ابتدي الحلقه لازم تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. مبدئيا انتوا شفتوا رد فعلي على التريلر بتاع زنزانه 7، ولو عايز تشوف رد الفعل طبعا هسيب لك اللينك فوق. ولو تفتكروا يا جماعه ساعتها من بعد ما شفت رد فعلي وشفت مين المخرج ومين المؤلف ومين الكلام ده، قلت لكم يا جماعه في حاجات بتبان كده، يعني بيبان اذا كان الفيلم هيبقى حلو ولا وحش. بس كان في بعض الكومنتات تحت كتبوا لي يا ابو حميد طب شوف يا اخي لازم تشوف ولازم ده ما ينفعش تحكم على حاجه. ومعاك يا باشا، ما ينفعش احكم على حاجه من غير ما اشوفها، بس اديني شفتها. مبدئيا اتكلم عن ايه ولا ايه ولا ايه في الفيلم. الفيلم يا جماعه المفروض فيلم اكشن سسبنس قصه بقى وبلوت تويست والكلام ده. وبالمناسبه قبل ما اكلمكم عن انطباعي عن الفيلم، انا اخدت مروان سري وجو قلت لهم لا انا مش هخش الفيلم ده لوحدي. لا يعني ما هو مش هخش الفيلم لوحدي بقى، يعني لازم حد يبقى معايا عشان حتى ايه يعني نساند بعضينا وكل الكلام ده. ودخلت القاعه والقاعه كان فيها حوالي 20 بني ادم وكله ابتدى واتفرج على فيلم زنزانه 7، وابتدينا نشوف المشاهد الاكشن القويه جدا جدا اللي هي جو واحد قدام واحد بس عشان يجيله من اللي هم قدام بعض كده. بصوا قدام بعض كده عشان يروح له كده عشان ياخد المسدس فيتشقلب له في الارض عشان ياخد الافلام الاكشن دي. انا والله يا جماعه ما ببالغ، انا ما بهزرش، انا شفت فعلا فيلم مش ممكن. ونتكلم مثلا على اداء تمثيلي. بصوا يا جماعه انا هسيب الفنان احمد زاهر يعني على جنب كده وهتكلم وادي له رساله كده في اخر الحلقه ممكن او في اخر الاداء التمثيل، بس نبتدي مثلا بالفنان نضال الشافعي. كوميدي اكشن للفنان نضال الشافعي، وقايل لازمه كده غالبا السيناريو والحوار قال له او الفنان نضال الشافعي بينه وبين نفسه قال انا الكلمه دي او الافيه ده وانا بقوله في الفيلم مصر كلها هتقوله عشان انا لذيذ وجميل جدا وبقول افيهات جميله جدا. والافيه كان بيقول يلعن يحرق يطلع ينزل، كل ما يطلع له اي حاجه يقول له يابا يحرق يطلع ينزل يحرق يلعن يطلع ينزل بوش كده. بص شايف يحرق يطلع ينزل. واكلمك على ايه بقى يعني غير بقى طبعا الكوميديا الجميله وغير ان هو جذاب جدا برغم ان هو سوابق وحرامي وكل حاجه، وجذاب جدا لكل الفتيات. صاحبه الاوتيل مايا نصري حبته من مجرد وهله كده، يعني شافته انقذ الدنيا. طبعا المشهد الاكشن بتاع انقاذ الدنيا ده والنبي عمر هما كلهم بيضربوا العصابه في الجنينه، جنينه الاوتيل بيضربوا ما بيضربوا بعض وبتاع، ونضال الشافعي في الجنينه بيضرب تمام حلو حلو. فجاه لقينا نضال الشافعي في الميه، اسمعني في البحر والله في البحر كده غاطس، قام جايب بتاع الجهاز ده وطار بقى في الهواء. ليه؟ ويضرب بقى اكشن وضربه كده. طب ليه بقى؟ ليه عملنا كده؟ عشان المخرج ابرام نشأ، احنا عايزين نعمل فيلم اكشن طب نجيب اي حاجه. طب بصوا احنا معانا ايه النهارده يا جماعه؟ معانا الجهاز ده نستخدمه لازم طبعا المشاهد الاكشن هيبقى جميل. معاك ايه؟ محدش معاه باراشوت؟ نطير عادي حتى لو احنا في الجنينه بنتخانق نطير. معانا ايه تاني؟ معناش اي اكسسوارات؟ طب قفص قرد اي حاجه نحطها في
اي حاجه كده اكشن اكشن موت. وهرجع واقول لك تاني يعني غير ان هو جذاب وغير ان هو قوي جدا والست حبته صاحبه الاوتيل المليارديره مايا ناصري حبته بس عشان هو دمه خفيف وقال لها يلعن يحرق قال لها ايه كده قال لها حاجه كده فهي اتخضت جدا عشان هو جبار جدا وقوي جدا طبعا فهي عملت قال لها ايه يا بنتي شقه الملوخيه اللي انت عاملاها دي فهي بعد بقى ما قال لها الإفيه ده حبته اللي هو انت لذيذ وامور جدا وكل ده وبتحافظ عليا حسيت بامان معاك حاجه فيلم بدر ادخلوها امينين ليوسف منصور حاجه كده جميله وفي نفس الوقت بنشوف الفنانه منى فضالي بتموت طبعا في دباديب نضال الشافعي وفنانه منى فضالي كانت قايمه بدور واحده كانت بياعه كلينكس واحمد زاهر كبرها وخلاها تبقى رقاصه الكباريه ونفضت له ونضال الشافعي خانه واخد منى فضالي ليه عشان هي طبعا نضال الشافعي جامد جدا يا جماعه معروفه كده كده ومنى فضالي بالمناسبه طلعت غالبا في 4 مشاهد رقصتين ومشهد ماستر سين ده اللي هو المفروض هو اسمه ماستر سين بتاع الفيلم اللي هو الفنان احمد زاهر وهو كان مع منى فضالي اللي هو الحته اللي احنا شفناها المشهد اللي شفناه في الاعلان ده اللي هو اللي فيها كده الرياكشنات بتاعت احمد زاهر وانا اسف يا جماعه ان انا عليت صوتي بس في المايك وقلت ليه كده بس انا كنت سامع كل الزعيق ده في ودني في السينما لمده 110 دقيقه في الفيلم انا عديت الدقايق والمشهد الاخير كان باين بينا برضه وبين احمد زاهر احمد زاهر يا جماعه اتكلم في الاخر في الحته والمشهد ده بالذات المشهد اللي هو المفروض بيمثل فيه جامد جدا ده غير الاكشن الجامد ده غير التراجيدي اللي هو المشهد قتل فيه منى فضالي ايوه انا بحرق لك الفيلم قتلها في 7 سنين عم قال كل السكريبت اللي عنده وخلص النص قال له طب خلاص يا منى هو خلص النص موتي قامت ميته قام نضال الشافعي قال لها ايه ده مين اللي عمل فيكي كده شجن حربي بس خلاص ماتت خلاص هو دورك كده شكرا شكرا للفنانه منى فضالي على ايامها بالدور الراقصه ماشي وطبعا هتسالوا مين الاشرار اللي في الفيلم بقى روبرت دينيرو العرب يعني هو كان غالبا بصوا يا جماعه الفنان ايهاب فهمي قالوا له او المخرج ابرام نشأت قالوا له اللي واكل ولع اليومين دول في المسلسلات في دور الشرير والكلام ده الفنان صبري فواز انا عايزك تاخد تان صبري فواز وهعمل لك سكسكته بشعره بكل حاجه انا هخليك صبري فواز انا مش فاهم برضو الفنان ايهاب فهمي هو ليه كان بيعمل كده في الفيلم لا هو كان فعلا غريب جدا في الفيلم غير بقى ان هو المفروض بقى اللي هو الراجل رئيس العصابه التقيل بقى واللي هو الشر بيطلع من عينه فقط لا غيره ومشاهده بقى اللي هو انت البومينج بتاع الفيلم انت بقى المشكله هو فعلا يا جماعه كان بيطلع بطريقه غريبه جدا وليه ضحكه مستفزه كده غريبه كان اللي هو يطلع انت عامله ايه ازيك يا مزمزل مش انا ده شرير جدا ومين بقى دراعه اليمين الفنان احمد تهامي احمد التهامي عايزينك تعمل دور شرير يا احمد هكشر وهنلبس لك لينسز بيضه في عينك الشمال ونعمل لك كده هنا ايه تعويره احمد التهامي انا مش فاهم احمد التهامي ده بالنسبه لي يا جماعه هو مجرد جسم فقط لا غير راجل رياضي رائع وممكن يكون بني ادم محترم جدا في الحقيقه وجميل وعلى راسنا ممثل عمره ما عرف يمثل في اي حاجه الموضوع مضحك يا جماعه انا هوصل لكم الموضوع الضحك اقسم برب العزه المشاهد التراجيدي في الفيلم احنا كنا 20 واحد في السينما فوق ال 15 بني ادم عمالين في المشاهد اللي هي المفروض فيها حزن جدا عمالين بنضحك بصوت عالي جدا اللي هو فعلا يا جماعه في ناس كانت بتعيط من الضحك وانا كنت من ضمنهم والخمسه التانيين اللي هم متبقيين في القاعه كانوا بيتفرجوا على فيديوهات على اليوتيوب وحياه امي ما بحور ده اللي حصل معايا انا يعني ممكن يكون في اقبال في حته ثانيه كتير وعجب ناس كتير عادي صباح الفل كل واحد ورايه بس انا بقول لك على المغامره اللي انا كنت عايشها امبارح يعني احمد تهامي بالنسبه لي يا جماعه كان اقوى حاجه عملها يعتبر كانت تجربه دنماركيه عشان الدور لايق عليه ابن بلك ومهتم بالرياضه والكلام ده وابوه عادل امام حلو الكلام ده لكن هو الفيلن وحاجات بقى قديمه يا جماعه يعني اللي هو ايه انا هنتقم منهم كلهم وكل ما الكاميرا تيجي عليه يا جماعه تلاقيه بيعمل كده في صوت عظم لازم يتعمل عارفين الافلام الصيني دي اللي هي كل ما حد يتحرك يعمل هو بقى كان احمد تهامي كده يعني تلاقي ايهاب فهمي بيتكلم في التليفون تيجي الكاميرا على احمد تهامي تلاقيه بيعمل طب في ايه يا كابتن مالك في ايه طيب يعني مش عارف يا جماعه فيلم غريب وعجيب وهو طلع من البحر وضربهم وفي بقى عامل مهم جدا طب ما بينكم وما بين يعني المؤلف حسام موسى عمل ايه قبل كده اساسا فيلم قلب الاسد قصه قاتله وفيلم هو فيه كده ما تسالنيش هو اسمه هو فيه كده يا جماعه
فعلا كل مشاهد الضرب حصلت في الاوتيل، وعمليات وضرب وقتل ورصاص. مشيوا بعد كده رجعوا تاني عملوا نفس الكلام، وضرب ونار وقتل وايه واحمد زاهر ونضال الشافعي، ويمشوا في الطريق احمد زاهر يطلع كده من يعني هو مش عارف يعني نضال الشافعي ومايا نصري في العربيه، هو عرف هو حس ان صاحبه في ضيقه فقام جه وقتل واحد في الطريق والشارع. بعديها رجعوا الاوتيل حصل ضرب نار وقتل، فين البوليس؟ فين الشرطة؟ غير طبعا لازم في الافلام العربي تطلع في الاخر والكلام ده، بس فعلا يا جماعة عامل البوليس مش موجود. يعني كل الانفجارات اللي حصلت دي فيش امين شرطة دخل قال ايه يا جماعة ايه ضرب النار ده مثلا، مثلا في الشارع في الطريق العام محدش قال لك حاجة عادي صباح الفل. ده غير التصوير بقى، انا اسف يا جماعة بس انا قلتلكوا لازم اطلع كل اللي جوايا. إن هل انت مدرك ان في مشهد زي اللي قلتلك عليه اللي هو كان لذيذ جدا بتاع نضال الشافعي والفنانة مايا نصري وهم ماشيين على البحر، هل انت مدرك ان المصور كان تحسه زي عامل زي علاء مرسي في فيلم الفرح كده اللي هو والله بتهتز وتحس المخرج قال له خلاص عايز شغال انا ما بهركش يا جماعه، لو مش مصدقني خش فيلم وشوف اتفرج انا ما بحورش انا بقول لك كل اللي فيها. وطبعا يا جماعه يعني نسيت اقول لكم بس في مشهد كده تحس اللي هو طلع في النص الفيلم كده انا مش فاهمه، فيلم غير مترابط تماما ولا قصه ولا اي حاجه، فجاه كده ايهاب فهمي طبعا مع الفنانة عبير صبري قال لها تعالي نرقص، ورقصوا كده رقصة مش مفهومة بس هي كانت التراكية حلوة اللي هو دي الأغنية اللي كانت في جريت جاتسبي تعالى نحطها حلوة ممكن تعجب الناس جدا، الموسيقى جميلة جدا والله يا جماعة ايه رأيكم نحط المشهد ده، بيرقصوا جميل رومانسية او ما تعرفش مين الذئب في الموقف حاجة. وطبعا كإنتاج لازم يبقى فيه عامل كوميدي في الفيلم طبعا يعني مش محتاج غير طبعا فنان ضال شافعي والخفة الدم الغير طبيعية دي. طب فاضل لنا كام في البادجت بتاعتنا يا ابني، فاضل لنا قد ايه في ميزانية الفيلم؟ 5000 جنيه هاتوا مدحت تيخة يلا هاتوا، ملوش اي 30 لازمة في الفيلم غير انه يطلع ايه يا رجالة عاملين ايه بس هو كده. يعني مثلا يا جماعه لو تفتكروا طلعت زكريا فيلم ابو علي مثلا كان اتخطف وليد سياق درامي وبعد كده وداهم الصعيد وبتاع، بس ده العامل الكوميدي مرسوم شخصيه ليها وزن حتى لو دور ثانوي وكوميدي بس علم، لكن ده اللي هو ايه هاتوه بس هاتوه في اي مشهد كده يطلع ايوه قشطه. وفي برضو كان ممثل في الفيلم كده هو غالبا قريب المخرج او قريب المنتج او قريب المؤلف بدون نقاش، يعني اصل بص هو محطوط في البوستر اسمه ايمن كشك كان قايم بدور مدير الاوتيل او قايم بدور اللي هو واقف ورا مايا نصري، يعني حتى لما هي كانت بتجري وتتوتر هو كان بيجري وراها يقول لها ما تقلقيش ما تقلقيش، بس هو ده دوره بس محطوط في البوستر ليه هو اكيد قريب وانا متاكد من حاجه زي دي. يعني اصراحه طلعك ليه عشان موهبتك اللي هو ما تقلقيش ما تتوتريش اكيد لا. وطبعا يا جماعه رساله بقى في الاخر بقى، يعني انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده لان انا مش عايز اتكلم اكتر من كده وحياه ربنا ما بركش يعني. بس فعلا بقى المخرج ابرام نشأت، هل انت شايف انك انت في الطريق الصح مثلا؟ هل انت شايف الافلام اللي انت بتعملها ده صح او ده الاخراج الجامد او ده الاكشن الجامد او دي القصه اللي هتنقل بيها الممثلين مثلا؟ انا مش عارف، انا اتمنى لكل الناس الخير واتمنى لكل الناس مستقبل احسن بكتير وافلام اقوى بكتير، لان ده برضو يا جماعه لينا احنا، يعني احنا كمتفرجين لازم نستمتع بالاعمال اللي بتنزل. لكن يا جماعه المخرج ابرام نشأت فيلم ظرف صحي وفيلم عمود فقري وفيلم هروب مفاجئ للفنان اشرف مسلحي زنزانة سبعة، ما هو يا جماعة لازم تقعد بينك وبين نفسك وتقول هل ده الصح، ده الكارير اللي انا كنت عايز امشي فيه او هو ده الصح او ده التمام، لان انتوا كده بجد يعني انا بالنسبة لي من وجهة نظري في اكيد ناس هتعجبها الفيلم، لكن انا من وجهة نظري واغلبية الناس مثلا اللي كانوا موجودين في القاعة او انا بقى اللي هتكلم مثلا انا كاحمد كمال، ما انتوا بتستخفوا بعقولنا يعني يا جماعة ولا ايه؟ هو ايه ده بجد؟ يعني هو ده اكشن وده كوميدي او ده سسبنس او البلوت تويست في الاخر بقى ان نضال الشافعي يعمل يعني دي بقى انا هتفاجئ وهقول الله اكبر يا جماعه انتوا ازاي عملتوا فيلم زي ده؟ لا يا جماعه انتوا بتهرجوا يا جماعه، سيبك انت انا مش هتكلم بقى في التفاصيل في الاخراج بقى وجو ان احمد التوامي كان بيشرب سجاير بعد كده المشهد اللي بعديه يولعها بعد كده المشهد اللي بعديه يكون في نصها، لا سيبك من الكلام ده انا مش لا سيبك الموضوع ده بعيد جدا كل البعد، اتكلم كقصه كترابط
ده صح. انتوا فعلا يا جماعه بينكم وبين نفسكم كده، كل الممثلين عمالين يطلعوا اللي هم ابطال العمل تصريح، انا نضال الشافعي اتعورت في اثناء تصوير، احنا محضرين لمفاجاه جميله، فيلم زنزانه 7 وانتظرونا، والناس كلها احنا بنهرج يا جماعه، يعني احنا بنهرج، يعني احنا وصلنا الليفل ده، يعني في سنه 2020 فيلم زنزانه 7 ده هيبقى، يعني انتوا متخيلين ان هو هيعجب الناس او متخيلين ان هو هينجح؟ والفنان نضال الشافعي، يعني قبل بقى رسالتي للفنان احمد زاهر، والله العظيم ثلاثه اتعلم يا باشا. انت كنت قلت لك قبل كده في حلقه تريلر رياكشن، سبت فرصه كبيره جدا انك انت تبقى ملك الدور الثاني، انت طلعت بومينج في تامر وشوقيه، والناس قالت ايه ده، ده ممكن يبقى محمد سعد الجديد، هو انت من بعديها اخذت له لا اي منتج، انا حنت فيلم لوحدي، ولا فيلم نجح ولا فيلم حد هيشوفه فيما بعد، بعد 20 سنه من دلوقتي الافلام دي محطوطه كده، محطوطه يا جماعه، انتوا عارفين هتتحط في سلسله ايه يعني في الاخر. واحد زي مثلا العظيم ماجد الكدواني عمل فيلم قبل كده كوميدي وفشل جدا اسمه جاي في السريع، ما نجحش، الراجل قال لا خلاص انا عرفت انا منطقتي فين وهشتغل عليها، واشتغل عليها. حد يقدر ينكر يا جماعه دلوقتي ان ماجد الكدواني واحد من اجمد واتقل الممثلين الموجودين في مصر في الفتره الحاليه؟ محدش يقدر يقول كلمه عن الموضوع ده، موضوع بسيط جدا جدا. اما الفنان احمد زاهر فبجد انا مش عارف اقول ايه، بجد يا جماعه انتوا فاكرين انا كنت مبسوط جدا باحمد زاهر في رمضان اللي فات، بعد دور فتحي البرنس جات لك الفرصه اهي، جات لك الفرصه ايه العد عندك انك تعمل حاجه جامده. انا مش فاهم ايه السبب انك انت مع ابرام نشأت وحسام موسى تعملوا الفيلم، ماشي يا باشا على راسي ماشي، ممكن يكون انت كنت فاكر الفيلم هيبقى نقله وبومينج كل الكلام ده، لان فعلا يا جماعه احمد زاهر اشتغل عليه. انا ما بهرجش، سيبك من ما شفتش قبل كده واحد من طبقه واطيه جدا ومن السجون والكلام ده بيحط تاتو، يعني هو بيبقى اسمه دق مثلا، دق بتاع المساجين والكلام ده، لكن تاتو جوكر والكلام ده سيبك من الكلام ده، الراجل تعب يا جماعه، الراجل عمل فورمه، الراجل تعب في الموضوع، ايوه عشان هو عايز يعمل حاجه، لكن يا جماعه اداء كان، انا مش عايز اقولها بس فعلا يا جماعه المشاهد لما كان بيتعصب جدا بعدها يقلب شجن شجن دي روحي، طب انا عمري ما اتعاطف معاك عشان انا مش عارف ايه اللي كان بينك وبين شجن، ولما انتوا حكيتوا لي القصه ما بينك وبين شجن ما تعاطفتش معاك خالص، انت واحده جايبها من الشارع بعد كده جابتها خانتك مع عز صحابك، ايه حبيتها ليه؟ ما ماشي صباح الفل، بس طريقته والسهتنه بتاعته والمشهد بتاعه مع عبير صبري اللي هو المفروض تراجيدي برضو، المشهد ده كان برضو من ضمن المشاهد اللي الناس كانت بتضحك كتير جدا في القاع. انا بقول الصراحه يا جماعه وفعلا انا مصور اللقطه دي واحنا في السينما، يعني كنت عايز اعملها ستوري بس قلت بلاش يعني. اما الفنانه مايا نصري فانا ما كنتش عارف ان دي مايا نصري، مش عارف حاسسها شكلها مختلف تماما، وصفر تمثيل، تمثيل وحش جدا في الاخر، تقييمي لفيلم زنزانه 7 عشان اتخنقت مني انا اساسا هو 2/10، والاتنين ليه يا ابو حميد؟ عشان الفنان احمد زاهر عمل فورمه وتعب في الفيلم وكان عنده امل ان الفيلم ينجح وان هو كان يتعب فيه وكده، لكن طبعا يا جماعه كومباينيشن دي، وفي الاخر طبعا تسالني يعني يا ابو حميد اخش سينما ولا لا، خش بعد بقى كل اللي انا قلته ده، خش وشوفوا بقى، شوفوا عشان انا بجد امبارح كنت بس يا معلم، ده اللي اقدر اقوله لك في الحلقه دي، واتمنى ان محدش يزعل، لان انا بصوا يا جماعه الواحد كل واحد بيطلع يقول اللي جواه، انا مش هجامل ومش هتجمل ومش هنعمل، طلع اللي جواك وعادي صباح الفل، لان كده كده مفيش حد ما بيعملش حاجه وحشه، واتمنى برده من كل الناس اللي عجبها الفيلم برده عادي يا معلم ده رايك ويحترم، بس برده ده سؤال الحلقه للناس اللي عجبها الفيلم، سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، قولوا لي ثلاث اسباب او سبب يخلي ان الفيلم ده عجبك جدا او شايفه مختلف او انك انت استمتعت بوقتك في الساعتين اللي انت قضيتهم في السينما. ولو عجبتك الحلقه دي يا معلم طبعا عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. واهلا بس عليكم. لا انا هخش النهارده، هخش النهارده تاني، هخش النهارده تاني يا ابني. مشاهد الاكشن بتاعت نضال واحمد زاهر والكاميرا من فوق، يلا اعمل كده.